أطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج فاينت شاب وبشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد وبرنامج أمبريتك بالتعاون مع فينتك السعودية، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه لتمكين قادة المستقبل في مجال التقنية المالية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار في التقنية المالية من خلال تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال.